حقوق المرأة. نعم. المرأة تحتاج أنه ترتقي أكثر. احنا ليش نعارض؟ احنا المشكله بينا شلون ترتقي اكثر يعني ترتقي ليش ما اسويها بينها وبين الرجل؟ شنو الفرق؟ هي دارسه وهاي دار يعني نفس المرحله. يعني انت جنابك حنان. نعم. تشوفين المراه اليوم يعني مغبون حقها طبعا. زين المراه اليوم مو يعني طبيبه، المراه مو ما اقول لك 100% ضابط بالجيش اليوم، المراه نائب مجلس النواب، هسه هاي وزير، عندك وزيرات، وزيره الاتصالات والماليه، مو صحيح؟ وزيره الهجره. وزيره الهجره احسن. اي هاي هسه يعني ترى بعد مشاكل بعد اصطدامات. هسه روح بدوائر الدوله شوف اكو مدير ام امراه، محافظات اكو مراه هي محافظه؟ لا، انه ما يحبون ان المراه تصير اعلى من عندهم، بس هذا مو تكون يعني منافس لهم. والله هو هذا السبب الاول والاخير، ما يريدون المراه تكون منافس لهم، لان يعرفون المراه وين ما تكون هي حتبدا اكثر من عندهم، اكثر من الرجل. انا مو انتقاص بالرجل، بس هي تبدا اكثر من الرجل. بعد مثل ايش الحقوق غير هذه يعني اللي تقصديها؟ توفير فرص عمل لهم. صح اكو هسه، شوف احنا ما نقيس النسبه اللي فرص العمل اللي الوظائف اللي طلقوها بهاي الموازنه الاخيره الحكومه ما ميزت بين يعني بعد كل شيء شاب لا بعد مش هسه هي كقوائم اللي نزلت الان يعني حقول لك فشي. احنا لا نتكلم فشي هو اصلا مصاير بعده، نتكلم بالسابق صارت تعيينات. لا لا تعامل الحكومه بسواسيه ما ميزت. احنا الكلام انا ابني لك قصور بالكلام، لكن من يجي الفعل طيب ذاك الوقت اتكلم 850 مليون مثل ما تفضل استاذ علي دولار تصرف على منظمات مجتمع مدني، شنو الغايه برايك؟ الغايه حقول لك اياها، لو اكو رقابه صحيحه، لو اكو رقابه صحيحه هذه صح. انا ويا ايده بهذا الموضوع. انت تتفقين يا انه أي انه اكو منظمات ما لها علاقه 80 اذا مو اكثر 80% ما لها علاقه بالعمل الانساني نهائيا. ليش ما تاشرون عليها؟ ليش ما تاشرون عليها؟ ليش ما تذكروها بالاعلام؟ لا ذكرناها بعده لقاءات. كغطاء كغطاء هي منظمه انسانيه، لكن من تدخل داخلها هي عملها مو عمل انساني نهائيا، بعيده كل البعد عن هذا الموضوع. ليش؟ لكون ماكو رقابه. اي شخص اجى فتح له منظمه، تابع الحزب، تابع الشركه، تابع الجهات معنيه، تابع جهات مجهوله، خلي المنظمه واشتغل. منو يفرض يعني اللي يفرض عليها هذه الضوابط؟ من اللي انا افرضها للحكومه تفرضها؟ هو انا هذا قصدي. تمام. اكو مراقبه لها؟ احنا ماكو مراقبه. مجال حياتنا ككل، دوائر الدوله ككل مراقبه صحيحه ماكو. هسه بدا بهذا حكم رئيس الوزراء، قلت لك صار اكو تغيير، وان شاء الله يا ربي احنا نكيف لهذا العمل، لان هذا اصلا يرفع من مستوى معيشه المجتمع، يريح المجتمع. احنا نريد يعني الحكومه، لان ترى الشعب العراقي يعاني من حرب نفسيه. نعم. شوف العنف الاسري، شوف التعنيف الاطفال، شوف التعنيف حتى على الرجال، هذه ما كانت هذه موجوده، هذا كله بس الضغوطات النفسيه. انا ما برر لاحد، انا ما برر لاحد، لكن العراق مفتوح، العراق عباره عن ابواب مفتوحه، ولا هاي المخدرات والكبسه وهذه اللي يتعاطاها الشاب والرجل، وهذا البارحه اللي طلعوه اللي معلق ابنه هذا متعاطي مخدرات. هاي منين جت؟ جت المخدرات من السماء طياره والبوب مفتوحه. فليش نرجع نفس النقطه؟ رقابه ماكو. لو اكو رقابه صح، لكن هسه بدا التحريك، واني اشدهم بهذا المجال. طيب.